لابد أن نبتعد عن الشرك، نجتنب الشرك، نجعل الشرك في جانب ونحن في جانب آخر. الشرك على قسمين، الشرك أكبر وأصغر. الشرك الأكبر أي عبادة تصرف لغير الله شرك أكبر. من يصلي لغير الله يدعو غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. مثلا مرأة أو رجل تأتي إلى قبر من القبور وتدعو من دون الله، هذا شرك أكبر. يذبح للجن شرك أكبر. يخاف من الجن ولهذا يستعين بهم ويذبح لهم شرك أكبر. يخاف من أصحاب القبور شرك أكبر. يجعل مع الله شريكا. نعم. العبادة حق لمن؟ العبادة حق لله سبحانه وتعالى. إذا لا يمكن أن يعبد إلا الله سبحانه وتعالى. من الناس من يحب الأولياء محبة مساوية لمحبة الله، هذا شرك أكبر. إذا نحب الله ولا نحب أحد مع الله سبحانه وتعالى، ولا طاعة لمخلوق في معصية الخالق سبحانه وتعالى. Kita nak masih nak apa-apa lagi.